وصلنا لفقرتنا التالية نور؟ أكيد ليا وصلنا لفقرتنا التالية مع عالم الفن والأدب والإبداع اليوم ضيفنا برصيده العديد من الأفلام السينمائية القصيرة حاصل على جائزة سيناريو الأطفال, الأطفال مرتين من مؤسسة السينما حاصل أيضا على المركز الأول بمسابقة النص المسرحي للكبار من مديرية المسارح بالإضافة لكتابة أكثر من مسرحية منا الطين الأحمر وأخيرا مسرحية تماس خلونا نرحب بالصحفي والكاتب محمد سمير الطحاني سعد صباحك أهلا وسهلا فيك صباح الخير نور صباح الخير ليا وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية أهلا وسهلا فيك يعني بالبدايه حكينا من بعض الاعمال بالمقدمه اللي حضرتك قمت بكتابتها ولكن خلينا نحكي ونركز بالبدايه على عمل تماس نحكي شو هو عمل تماس كيف طلعت الفكره إما بلشت تتركز وخلينا نحكي يمكن عن تقديمك لها كشكل مسرح يعني واشتقنا للمسرح بما انه هلا شوي مقصرين كثير مسرحيه تماس تعرض حاليا على خشبه مسرح القباني أوكي. مستمرين حتى 11 اذار يوم الجمعه هي ضمن انتاجات المسرح التجريبي لمديريه المسارح والموسيقى بوزاره الثقافه مسرحيه تماس بلشت الفكره كفيلم سينمائي من خمس سنوات كتبته فيلم قصير وطورته الى فيلم متوسط لم يجد طريقه الى الانتاج فحولت الفكره الى مسرحيه طبعا بما يستلزم الكتابه للمسرح الكتابه للسينما تختلف عن الكتابه للمسرح انما نفس الفكره هو عمل قائم على قصه نتيجه ظرف استثنائي بيجمع رجل وامراه في مكان من عالمين مختلفين، الحرب هي اللي بتجمعهم، بنسمع خلال ساعه من الوقت كعمل مده عمل فني ولكن هي كمده عمل حقيقي على ال او افتراضي في في زمن العمل هو ليله كامله نسمع من خلالها بوح هذول الشخصيتين يلي هن بي بيختزلوا وبيكثفوا الكثير من قصص الناس في سوريا أثناء فترة الحرب عم وما بعد الحرب مع بعض تماماً عم نسمع قصتهم اللي بتتقاطع مع كتير قصص طرحنا العديد من القضايا اليوم بما أنه نحن اليوم بيوم بي المرأة العالمي من عائد كل نساء سوريا ونساء العالم طرحنا قضايا تمس المراه موضوع التحرش موضوع التعليم موضوع الحب العلاقات الاجتماعيه العلاقات العاطفيه الخذلان الانكسار الطموح البطاله عده قضايا وخلفات الحرب الله. تماما بقالب فني في تشويق في حاله من الصراع الدرامي بالاضافه لانه في حاله تجريبيه على مستوى الشكل، دمجت انا الشاشه السينمائيه مع الخشبه، عم حاول جرب اعمل فرجه مسرحيه مختلفه، عم حاول اني ضوي على عوالم الانسان السوري الداخليه خلال سنوات الحرب. وهي اللي بدي اسالك عنه، يعني قديش بتحس في مسؤوليه اليوم لما بدك تضوي على عوالم الانسان السوري خلال فترة الحرب يمكن هي الحرب أسقلتنا كلياتنا وكلياتنا بيشوفها بمنظوره الخاص بس في مسؤولية لما بدك تخاطب الناس اليوم بمشاعرها وظروفها كيف بدك تلامس قلوبهم وتفاعل الجمهور لما نقول عم نحاول نلامس الناس من خلال نحكي عن مشاكلهم وظروفهم كيف كان تفاعلهم خلال العرض المسرحي ومستمر مثل ما قلت على خشبة مسرح القباني ل 11 آذار هلا الردود يعني اللي عم تصلني انه الحمد لله عم تصل الرساله الناس عم تشوف حالة على خشبة المسرح العرض عم نحاول نحن نقدمه كمرأة للذوات الداخلية لكل إنسان كل حدا بيروح بيحضر بيحس أنه إما هو أو بيعرف حدا بهذا التفصيل أو بهذا المنحة عم نحاول أنه نقترب من هاي العوالم الداخلية نضوي عليها نطرح أفكار وأسئلة تحسها مسؤولية وللتفكير. كبيرة؟ أكيد أكيد أنا من خلال سنوات الحرب اللي مرقت كان عندي مشروع ثقافي عم بشتغل عليه على كذا مستوى وبكذا مجال ان كان على المستوى الصحفي انا كنت عم ضوي على الانسان السوري المبدع لحتى دائما نكتسب ونحافظ على ثقتنا بذواتنا بقدراتنا الانسان هو عماد اي وطن اذا راح الانسان فما عاد في وطن الحجر ممكن يعاد بناؤه كل شيء يمكن اعاده بناءه وتعويضه انما اذا خسرنا الانسان فنحن خسرنا كل شيء من هون انا ضويت على الانسان المبدع من خلال عملي الصحفي ايضا من خلال الكتابه كنت عم بروح لعالم الطفل ما عم بكتب بحاله تحفيزيه قد ما هي حاله تحريضيه من خلال التقاط بعض النماذج اللي خلفتها الحرب فيه في, هذه في, في المجتمع كان عندي فيلم رائد فضاء بيحكي عن ابن شهيد وحالة التنمر وحالة الطموح وحالة الأمل عندي فيلم تحت الجسر، بيحكي عن التشرد، بيحكي عن فقدان الاهل، فقدان الامان. عندي فيلم اللي اخذ جائزه السنه الماضيه اسمه سلمى، ايضا بيحكي عن التعليم، عن كمان الحلم. عم حاول وعندي فيلم كمان اشاره حمراء، بيحكي عن الطموح، بيحكي عن المواهب وضروره الاهتمام فيها عند الاطفال. ايضا كنت عم ضوي على عالم المرأه فيلم اللعبة كان هو كمان النساء والزوجات والصبايا إن كان من خلال فقدان الحبيب أو فقدان الأمل بعالم أفضل أو بتكوين أسرة أو بطموح كل هذا عم حاول أن يضوي عليه من خلال التقاطات من الواقع وصياغتها بقوالب فنية قريبة من الناس تحرض على التفكير وعلى إيجاد الحلول وتقرب الناس من بعضها حتى نرجع نشوف الواقع بطريقه مختلفه ونرجع نبني ذواتنا ونبني المجتمع نحو المستقبل اللي نحن كلياتنا بنطمح له <applause> تمام في كثير ناس بتقول خلص نحن عشنا مراحل بشعه بحياتنا حرب كورونا وضع اقتصادي صعب كمان بدنا نروح نحضر مسرحيه فيها هموم فيمكن عوامل الجذب يلي موجوده بالمسرحيه يمكن هي اهم من من الفكره انها توصل، اليوم نحن كيف عم نسوق للتماس نحن كيف عم نخلي العالم تحبها؟ يعني انا اذا يمكن من, من الاشخاص انا بقول لك بحب شيء طابع كوميدي او طابع يكون موجود تماما موجود، موجود. فخلينا نحكي عن عن عوامل الجذب يعني لجماهير تعبت اليوم وارهقتها الحرب اكيد يعني نحن وقت اليوم نعمل عمل فني بناخذ بعين الاعتبار قديش هذا الانسان منهك ومتعب من نشرات الاخبار ومن كل شيء عم بيشوفه ومن حياته كل يوم 24 ساعه معاناه من ظروف اقتصاديه صعبه انا ما بدي ارجع اقدم له الواقع نفسه تبعه وحط له اياه على الخشبه لا انا عم اقدم له اياه بقالب فني في عوامل جذب في متعه في تشويق في تكثيف عم لامس فيه وجدانيات عم لامس عنده افكار عم حرضه على التفكير عم حرض على على ايجاد حلول لمشاكله، عم بطرح همومه بطريقه هو يحس حاله انه هو اللي عم يحكي، هو يعني هي مراه. مراه ومنبر للتعبير. اكيد اللي بيحضر في عنده فسحه من المتعه، في فسحه من الفرجه المختلفه من خلال مثل ما حكيت لك انه الشاشه انا عم حامل وظفها بطريقه مختلفه. بطريقة درامية تخدم الفرجة المختلفة اللي أنا بدي إياها وإن شاء الله نكون وفقنا يعني بالأخير بتعرفوا اليوم ظروف العمل المسرحي ظروف صعبة جدا صحيح ونحن عم نعمل بظروف أصعب يعني, يعني صحيح. الصعوبة صارت مركبة مين فأنت مين. اليوم لا توجد فريق عمل مؤمن برسالة المسرح ومؤمن بجدوى العمل المسرحي كمان هذا كان مهمة كتير صعبة أنا اليوم عندي شركاء بدي أوجه لهم التحية أكيد تحية محمد شما وعبير أكيد. بيطار والكادر الفني بسام حميدي رامي الضلي سمير مصطفى ليلى مقصود فراس جرار وسام طحان مين. كلهم كانوا معنا بهم واحد انه نوجد عمل مسرحي يحترم ضائقة الجمهور ويحترم عقلهم ويحترم جهدهم بانه اجوا على خشب على على المسرح ليحضروا هذه الفرجه المسرحيه ايضا بدي يعني حي مديريه المسارح والموسيقى اللي عم تستمر بانتاج الاعمال المسرحيه رغم, رغم كل الظروف الصعبه صحيح. والاحوال الاقتصاديه المتردية وضعف الامكانيات انما التكلفه هن... لانه دائما بيقول لك المكلف المسرح بس بالناس بتقول لك بس ما بيطعمي خبز يعني المؤمن بالقضيه يمكن والف... الفن المسرحي هو اللي بتلاقي عنده هيدا الشغف عم يتعب ضمن هي الظروف، خلينا نتابع معك استاذ سمير ومع المشاهدين القوالب الفنيه اللي حكيت عنها ضمن المسرحيه لتحاول تحاكي الناس، خلونا نتابع مقتطفات من مسرحيه تماس الحرب يا استاذ ما خليت شباب البلد كانك ما عم تشوف البنات العوانس او اللي عم يصيروا عوانس بس ليك سيدك الناس تكون مستورة بس من تحت لتحت شو عاملة؟ ما بهم لأنه شوي شو وعملية صغيرة إذا الموجات عريس طبعاً كله بينحن كل شي سويت لي. أنا للست الخانم ما بيساوي حصلتها وأنا بعيد عنها بالشغل بس. أنا لازم احمد ربي انه هي ما خانتني <applause> انا لازم احمد ربي انه ما خانتني انت متخيله دوري انا لازم احمد ربي انه هي ما خانتني وانا انا شو بدك انه انت ما خنتيني اساسا قولي لك ما بكفيكي لك ما بكفيكي اللي عملتيه فيني لك ما بكفيكي اخذت ولادي ضو عيني شو بدك؟ لك شو بدك اكثر؟ بعد حياتي وحلمي وكل شيء ومستقبلي كرمالك؟ شو بدك اكثر؟ بدك تتزوجي لك روحي لعبري روحي تزوجي انا انا اللي بعد بدي اياكي يا خاينه انا اللي بعد بدي اياكي طالق طالق انت طالق تمام من بعد ما تابعنا لقطات من مسرحية تماس رح نرجع مع الكاتب والصحفي سمير طحان ونحكي أكثر عن العمل وبعدين بدنا نرجع نحكي عن الأعمال السابقة عن جديد أهلا وسهلا فيك يعني طلعنا قليلا على المسرحية يلي أكيد عم تعرض هي على مسرح القباني مسرحية تماس اليوم مثل ما كانت نور عم تذكر قبل الهواء ظروف اقتصاديه صعبه يمكن في اوضاع صعبه حتى تقنيا حتى تامين كل شيء للممثلين للفنيين للمسرح للاكسسوارات لللبس كمان شغله شوي صعبه او يعني هيك لشح اليوم الماده او الوضع الاقتصادي الصعب اللي عم نمرق فيه خلينا نحكي نمرق نحنا بظروف صعبة أنت ككاتب قديش مهم أنك أنت يمكن تكون موجود مع المخرج على المسرح بالبروفات بالتفاصيل كيف قدرتوا تتجاوزوا العقبات وخاصة ذكرت أنه كنتوا عائلة وحدة لحتى وصل هالعمل إلى الضوء هذا العمل من إخراجي، آه أنا من أخراجك. إيه آه نحن اليوم آه العمل المسرحي هو عمل آه جماعي م. وليس عمل فردي آه من كتابة النص أو والذهاب إلى تحويله إلى على خشبه المسرح الى عرض متكامل كنت مؤمن بالفريق اللي معي وكان باب الاقتراحات مفتوح للجميع كي يعني كل واحد يدلو بدلوه ويقدم الاضافه اللي هو شايفها بالجانب اللي هو مختص فيه وركشوب كامل تماما فهذا اللي خلانا نوصل بنتيجة نهائيه أه نحن راضين عنها أه ضمن الامكانيات اللي كانت متاحه ومتوفره حاولنا قدر الامكان تقديم المحتوى طبعاً النص بما يتوائم مع الامكانيات المتاحه. مثل ما حكيت لك اليوم يعني امكانيات الماديه للمسرح هي امكانيات ضعيفه جدا مقارنه مع الدراما التلفزيونيه. اضيفي الى ذلك يعني اليوم نحن الجمهور عندنا جمهور تلفزيون يعني هو معتاد على الدراما التلفزيونيه. فانا حاولت من خلال ادخال الشاشه انه اقدم شيء بيوائم مختلف الشرائح <applause> شرائح الجمهور المثقفين يلاقوا الشيء اللي بدهم الناس اللي متعودين على الفرجه التلفزيونيه يلاقوا الشيء اللي بدهم يكون مستوى الخطاب ليس نخبويا قريب من الناس من كافه الشرائح نوصل رسالتنا بطريقه مكثفه تحترم الذائقه وعقل المشاهد طيب خلينا نحكي استاذ سمير بين فينا نقول العمل الاعلامي والادبي من كتابه قصه او فينا نقول نص مسرحي او فيلم قصير وين بتلاقي حالك اكثر يمكن وقديش فعليا بتقدر تخاطب من خلال اعمالك الناس هي منابر متعدده مشروعي هو مشروع واحد متكامل انا عم اقدم بكل مجال ما استطيع ان اقدمه من خلال العمل الصحفي عم حاول اني ضوي دائما على الانسان السوري اينما كان بكافه الاختصاصات قصص النجاح والابداع بكافه المجالات من خلال القصه القصيره والمسرح والسينما عم حاول التقط هموم الانسان السوري بحتوته دراميه فيها تشويق وفيها يعني تخاطب العقل والوجدان بنفس الطريقه ايضا على مستوى الاجتماعي انشانا جمعيه بيت الخط العربي والفنون انا والفنانه التشكيليه ريم قبطان اللي عم نشتغل فيها كمان على نشر الثقافه التراثيه اللي هي خط العربي لحتى نحافظ على هويتنا الثقافيه ونحاول نوجد حاله تطوعيه بهذا المجال لنولد جيل منتمي لهذه الحضاره لهي الثقافه وقادر على العطاء لبناء سوريا اللي كلياتنا نطمح أن نعيش فيها في المستقبل سوريا ما بعد الحرب يجب أن لا تكون كما كانت بل أقوى وأجمل وبهمة شبابها نحن اليوم نعول كثيرا على الشباب على الأطفال نحاول ما ما استطعنا ضمن المتاح أن نقدم لهم هذه الجرعات حتى يكونوا أقوياء ويتحلوا بالانتماء ومحبه الجمال محبه الفن محبه الثقافه ويكونوا فاعلين في, مح في محيطنا الاجتماعي <تصفيق> <تصفيق> الله قد حلو هالحكي وقد بيعطي طاقه ايجابيه لكل الناس يعني سمير خلينا نحكي بنقطه اليوم عملنا عمل بكرة فورا نحن وبالعمل بنفكر ببكرة بنفكر بخطوة جديدة اه أكيد ما وصلنا لهم بالهين اه الخطوة اللي جاية كيف رح تكون اليوم خطوتك كانت كاتب ومخرج بنفس الوقت الخطوة الجاية كيف رح تكون شو هي القصص اللي بتقول إنه اه يعني حسيتها هيك بالجمهور المتلقي للمسرحية أعطتك فكرة أو مفتاح لبداية مسرح عمل مسرح جديد او اي عمل جديد. الافكار دائما كثيره وموجوده التقط دائما مفردات صغيره من الحياه ومن المجتمع ومن الواقع وابني عليها قصص لتكون اعمال مكتمله واسعى لان ترى النور ضمن المتاح وضمن يعني الظروف الحاليه اللي عم نعيشها، يعني حاليا في الفتره القادمه ان شاء الله بدي صور الفيلم اللي اخذ الجائزه السنه الماضيه فيلم سلمى. وهو فيلم للاطفال <applause> هو ما له فيلم موجه للاطفال قد ما هو فيلم موجه للجميع، انما يحكي عن طفل بلحظه من اللحظات يعني يتراءى له حلم وهذا الحلم ينكسر نتيجه ظرف واقعي حبيت اني وان كان في قسوه بالطرح انما هو صرخه لحتى ننتبه الى هي الشريحه اليوم في مسؤوليه كبيره لما تمام. تكون عم تخاطب الاطفال وتحكي عن مشاعرهم وعواطفهم يعني كثير مهم اليوم ضمن الظروف القاسيه الصعبه لانه الاطفال اكثر الناس يمكن يتعرضوا لظروف نحن الكبار تمام. نوعا ما بنقدر نستوعب الظرف بس الطفل لما بدك تخاطبه ضمن سيناريو او قصه بعيدا عن المباشرة يعني دائما بنشوف في مباشرة بالطرح هون بتلاقي الطفل ما كتير بيحبزها قديش صعب عليك اليوم صعب بتخاطبه. جدا وتخاطبه. صعب جدا اليوم بس أنا اخترت الطريقة المباشرة والغير مباشرة اللي هي فيها معالجة درامية تطرح الواقع إنما بالإضاءة وفتح آفاق للحلول يعني اليوم نحن الكف أو اللي الضربة اللي ما بتقتلك بتقويك فنحن اليوم بدنا نستفيد من الاخطاء نستفيد من الحاله اللي احنا عم نعيشها لنعالجها وننتقل الى مرحله افضل ان شاء الله يعني كمان يارب. يلاقي طريقه لتنفيذ هذا الفيلم بالطريقة اللي نحنا حابين أنه توصل للجمهور ويشوفوا العالم وتوصل رسالته ان شاء الله شكرا كثير لك اكيد ندعي كل العالم انه يتوجهوا الى مسرح القباني لمتابعه مسرحيه تماس اي ستة؟ كل يوم الساعه 6 مستمرين ستي. حتى يوم الجمعه 11 اذار بدي بالنهايه تحيه لكل كادر مديريه المسارح أكيد. والموسيقى ومسرح أكيد. القباني آه بدون ما اذكر اسماء حتى ما حدا يزعل ما كلهم هذا. كانوا شركاء ولكل كادر العمل الف تحيه ولكل القابضين على الجمر ويقدمون ما يزالون يعني المسرح يحتاج الى اوفياء يحتاج الى الى عمل وجهد مستمر وتراكمي حتى نصل الى مجتمع يعني مثقف وواعي ويعلم كيف يبني مستقبله نعم. أكيد نشكرك الإعلامي الصحفي والكاتب محمد سمير طحان نتمنى لك التوفيق وإن شاء الله تحصل على جوائز أكثر ويرى النور مثل ما قلت الفيلم بطريقة طرح تناسب أفكارك شكرا كثير إيه شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكراً شكراً شكراً.